الأستاذ خالد يوسف عندي في برنامج أنا وأنا قال إنك أنت عملتي مشهد أنت كنت رافضة، بس هو كان في السيناريو. أنت قلتي هو ما كانش في السيناريو، إيه الحقيقة؟ شفتي الحلقة؟ لا ما شفتيهاش؟ لا للأسف. طب أنا بقول لك ده اللي حصل بالحرف، لو بتردي عليها هتقولي إيه دلوقتي؟ وأرد ليه؟ مش مهم؟ كان ما كانش خلاص، مش مهم خالص يعني. وبرضه بشوفه وبسلم عليه، ولما بقابله في مهرجان أو حاجة ما فيش، أنا ما عنديش ضغينة خالص. ممكن خالص يحصل مواقف معينة أتضايق ساعتها، آخد موقف، بس أنا كمان صريحة، أنا عمري ما بقول من وراء الشخص. أنا بروح للشخص اللي أنا عندي مشكلة معاه وبقول له، وأنا قلت له وهو رد عليا وقال لي، واختلاف وجهات النظر. يمكن هو شاف مشهد أنا ما شفتوش يمكن. طب أنت ساعتها فعلا رفضتي تعمليه؟ رفضت اعمل اللي ما اتفقتش عليه. بس هو بيقول ان كان في اتفاق، مش الفيلم نزل وخلاص والمنتجين قبضوا فلوسهم وخلاص وخلاص يعني خلاص بقى. انا بنحب بس نوضح ردود معينه، لان طبعا انت ما رديتيش خالص في ولا مكان. لا ولا هرد، ولا هرد، ما بحبش اقول لك اغذي حاجات بتتجاهلي من 10 سنين. بتجاهل طبعا. تمام. طيب.